بالعلم وبالفهم الراشد، بالعزم وبالأمل الواعد، نرصد واقعنا عن كثب ونسلط ضوءا في الراصد. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نرحب بكم وبكل من انضم إلينا في الراصد مع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. شيخ محمد، الآن نأتي أيضا على بعض الصور التي تمثل الخلل فيما يتعلق بالموازنة بين الحقائق والعواطف. ربما يكون من صور هذه من صور هذا الخلل مسألة الاعتماد على العاطفة في مثلا الحكم بين الخصوم. صحيح، وبالمناسبة كنا نتكلم قبل الفاصل عن موضوع الدراما وكيف أن الدراما المسمومة تسوق لأشخاص، لشخصيات منحرفة أحياناً، بمشاهد عاطفية تنال يعني استحسان الناس وتفاعلهم، مع أن الشخصية الممثلة قد تكون من أئمة الضلال لكنها تلمع عبر هذه أو أشياء من الفسق أيضاً يأخذون فيها تعاطف الناس مع هذا الممثل، مع أنه يقوم بدور مخالف للشرع. طيب، أما قضية الاعتماد على العاطفة في مجال الحكم بين الخصوم بحيث أن ذلك يؤدي إلى مجانبة العدل، فهذا واقع، والله عز وجل قال في كتابه العزيز: ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فإذا يعني حتى لو كان الوالد معروف العلاقة فيه، وأنت عليك أن تقول الحق وأن تعدل حتى لو كان أبوك أمك الأقارب، فقد يدخل هذا في خصوم مع شخص آخر وأنت عليك أن تقف أو تشهد، فماذا ستفعل؟ وقال الشعبي: شهدت شريحا وجاءته امرأة تخاصم رجلا فأرسلت عينيها وبكت، فقلت: يا أبا أمية، ما أظن هذه البائسة إلا مظلومة. فقال: يا شعبي، إن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون. ولذلك قال بعض السلف: لا يغرنك بكاء المتظلم فرب ظالم وهو باكٍ. فالانسياق وراء العاطفة يؤدي الإنسان يتعاطف مع الشاكي مع أنه قد يكون ظالماً. صحيح، ضربني وبكى وسبقني واشتكى. جميل. ولذلك أتى عمر الخطاب رجل فقئت عينه، فقال له عمر: تحضر خصمك؟ فحضر خصمه قد فقئت عيناه. فإذا ضخامة الدعوة يجب أن لا تهولنا، وأن نقف مع صاحب الحق مهما كان. في مثال الشيخ يبين يعني ما يتعلق بال يعني تأثير العاطفة أو أن تكون العاطفة هي الحكم بين المتخاصمين. يعني أحيانا مثلا بعض الناس لديه قناعة مطلقة بأن الأفضل في رجوع المرأة إلى بيت زوجها دائما في كل الأحوال. طيب. وأن قضية الخلع إنما هي من آثار استجابة الإعلام الفاسد، وبالتالي يمارس على المرأة ضغوطا لتقنع بالصلح، مع أن عودتها قد تؤدي إلى قتل سعادتها وإعدام شبابها. هذا واحد يا أخي كان مجرم متعاطي مدمن مخدرات. نعم. يعني زوجته فارقته وذهبت، أخذت الأولاد ذهبت البيت، أهلها ما أطاقت يعني. فجاءوا ناس وسعوا إلا ترجعوا إلا والصلح ولم الشمل فيعني المرأة خلاص عادت بالإحراج، فقتل البنات الأربع وقتل الزوجة وبتر يدي قطع يدي الطفل الرضيع بجريمة بشعة. فما هو دائما نحن يعني نظن أن ما يعني ما هو في يعني في أنفسنا أحسن فأفعل. طب قد يكون هذه فيها رجوعة، قد يكون فيها معصية لله عز وجل. وأين هذا من حكم النبي عليه الصلاة والسلام لما أرادت امرأة قيس بن ثابت أن تختلع منه وقال لها: تردين علي حديقته؟ وقالت: نعم. قال: اقبل حديقة وطلقها تطليقة. نعم، نحن لا نلجأ إلى هذا الحل إلا في النهاية إذا استعصت الأمور، ونقول في البداية إذا كان نشزت الزوجة وعليك يعني بهذه الإجراءات الثلاثة التي ذكر الله في كتابه. جميل. وإذا نشز الزوج كذلك فلا جناح عليهما أن يصالح بينهما صلحا، والصلح خير. وإذا كان ما في يعني صارت مسألة يعني تفاقمت، فبعثوا حكم من أهلي وحكم من أهلها. نعم. يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. لكن في الأخير إذا وجدنا أنه لا فائدة خلاص، يعني إذا نحن يعني نسير مع الأصلح شرعا. وحتى في قضية الحكم بين الأولاد مثلا إذا تشاجروا. نعم. بعض الآباء بمجرد تحدث مشكلة خلاص يتهم الابن الأكبر، والغلط مع الابن الأكبر دائما، والولد تصل الأصغر. طيب قد يكون الأصغر ظالما أو صار وقحا مع أخيه الكبير أو هو الذي يعني أخذ أغراضه مثلا. فإذا لابد من تحري العدل، ما ينساق مع العاطفة وإنما مع الحقائق.
جميل. طيب شيخ محمد، في مسألة الاختيار، يعني مثلا يعني هل يعد يعني من صور هذه الخلل أن تبنى الاختيارات سواء مثلا في الزواج، في الصداقة، في غير ذلك من الأمور على العاطفة، أو أن يغلب جانب العاطفة فيها على يعني الحقائق؟ هو الله يا أخي أحيانا يصير ما هو بس العاطفة، الهوى، صاحب المال، الهيئة الحسنة، النسب والحسب، الوظيفة، مع أنه إنسان فاسد غير، يعني لا يمكن أن يعني أن يكون معه عيش. وكم ضيع من الدين، وضيع من العرض، وضيع من الوقت، وضيع من العمر مع ناس من هذا النوع بسبب اتباع الهوى. أحيانا اتخذ قرار مثلا كذا، يعني أنه يقول والله هذا ماله أكثر، هذا يصلح له وينفعه ويسويه، وقد لا يكون يعني كذلك، يعني لا يكون هذا في مصلحتها. وأيضا فإن يعني قضية العاطفة هذه تجعل أحيانا الإنسان يمكن يتعاطف مع أصحاب الكبائر، أصحاب الكبائر، ويعذرهم بالعاطفة، خصوصا ما يجي يعطيك كذا بعض العذر، وأنه عليه ضغوط، إني ما سويت إلا واحد، وأنه والله عز وجل قال في الزاني: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، غير المحصن هذا وغير المحصنة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فبعض الناس يمكن يتعاطف مع الزانية والزاني، يقول شباب ومراهقين، وتعرف الآن يعني القنوات والمواقع وتهيج الشهوات، ويعني مسكين يعني معذور. معذور إيش؟ خلاص ما دام ثبت الحد الشرعي، وش كيف معذور؟ ولذلك الله قال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ويروح واحد يسقط الحد ولا يمشي كذا الأمور، لا، هذا حد لله إذا طبقت شروطه لابد أن يقام. وما تأخذنا العاطفة ونمشي أو يعني نهمل تطبيق حدود الله. جميل شيخ محمد، يعني حديثنا مستمر حول ما يتعلق بإغراق العاطفة على جانب الحقائق. إذا كان يعني لديك شيء من الصور باختصار شديد حول هذا الموضوع، حتى ننتقل إلى المسألة الأخرى التي تتعلق بالإغراق في الحقائق على حساب أو مع إهمال العواطف. يعني مثلا معارضة الحكم الشرعي بعاطفة أحيانا بين النساء، مثل إذا واحد تزوج على زوجة تزوج عليها، على طول وقعوا فيه وفعلوا أنت وهذا، واللي ما في وفاء، واللي سووا ليه؟ طب إذا كان طبق شرع الله عز وجل تزوج ما في هذا الزواج الحلال، لماذا يعني خلاص انساقت النساء بعواطفهن مع هذه المرأة ووقعنا في الرجل؟ المرأة العاقلة يعني تغلب جانب الشرع. وصحيح أنه هي تكره التعدد كزوجة طبعا لا شرعا، في فرق يعني كبير، يعني تكرهه طبعا ما تريد أن يحصل لها، يعني لأنها يعني يؤخذ نصف زوجها منها، لكن لا يمكن أن تكرهه شرعا. هذه آية في كتاب الله: فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وبعين يجب على النساء العاقلات لما تصير حالة من هذه الحالات ما يقعوا في الرجل يظنون أن مواساة المرأة الزوجة الأولى أنهم يسبوا زوجها أمامها حتى يعني كأنها تشفي، لا، تصبر، هذا حكم الله ولعله رجل محتاج ففعل ذلك، وهن أكيد هو لن يبخسك حقك إن شاء الله، ولعل يعدل، والمطلوب أن يعدل. فالمواكب يعني قضية المواساة ما تكون بانسياق وراء العاطفة ونسب الزوج لأنه فعلها، يعني كأنه سوى فاحشة يعني. ثم أيضا يعني بعض الناس بالعاطفة ما يعاملون على الحق والعدل، خلاص مجرد أنه عدوي أنا خلاص يعني أنتقم عليه على طول، أقول هو المخطئ، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا. ولذلك في قصة عبد الله بن رواحة المشهورة لما ذهب إلى خيبر ليخلص ثمرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وكله بعد فتح خيبر أن يذهب يحسب مال المسلمين من الثمر ومال اليهود، لأنهم جعلوهم فيها يعملون، أنهم خبراء فيها. فهؤلاء اليهود جمعوا له حليا رشوة، فقالوا هذا لك وخفف عنا وتجاوز في القسم، خلاص هذا موظف بيت المال وعطوه رشوة وخليه. فقال عبد الله بن رواحة: يا معشر اليهود، والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، قتلتم أنبياء الله عز وجل وكذبتم على الله، وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم، يعني حتى مع هذا الكره لكم لكن أنا ما يمكن أحيف عليكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. رواه أحمد ومالك في الموطأ ورجال إسناده ثقات.